أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن عبور شاحنات الدعم الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة تضامنا مع الأشقاء في غزة بالتزامن مع قمة القاهرة للسلام هو رسالة قوية مفادها أن مصر هي عماد السلام. وأثنت الحملة الرسمية على دور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية التي على رأسها قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة التي جاءت بمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية حتى الآن.